مرحبا، أنا سويت قناة جديدة على اليوتيوب، بتمنى إنه تعجبكم وبتمنى تحطوا لي لايك and سبسكرايب، and إذا مو عجبكم تحطوا كومنت. أوكي، اليوم راح نحكي عن إشي اسمه أسماك القرش. أسماك القرش كانت زمان متنوعة، وكان زمان كتير في أسماك قرش. فإذا أنت شايف هنا سمكة قرش، أنا أسماك القرش، بس أنتوا شايفينه بالعكس. أوكي، راح بلش أقرأ. القرش سمكة لاحمة وأكثر حيوانات البحر إرعاباً، وقد صنف العلماء نحو 530 نوعاً من هذه الأسماك. تعيش هذه الأسماك في المحيطات في كل مكان بالعالم، لكنها أكثر شيوعاً في البحار الدافئة. تختلف أسماك القرش اختلافاً كبيراً في الحجم والعادات. فأسماك القرش الحوتية، وهي أضخم أنواع القرش وأضخم الأسماك جميعها، قد تنمو لتصل إلى 12 متر طولا، وربما تزن أكثر من 14 طنا متريا، أي أكثر من ضعف وزن الفيل الأفريقي. أما أصغر أسماك القرش فقد يصل طولها إلى 13 سنتيمتر فقط، ووزنه حوالي 28 غرام، وضعفي وزن الفيل الأفريقي. وتعيش بعض أنواع الأسماك القرش في أعماق المحيط، بينما يوجد بعضها الآخر قريبا من السطح، وتعيش بعض الأنواع في المياه الساحلية، بينما يبقى بعضها الآخر بعيدا في أعماق البحر، ويدخل قليل من الأنواع إلى الأنهار والبحيرات ذات المنافذ إلى البحر. وكل أسماك القرش لاحمة آكلة اللحوم، ويأكل معظمها الأسماك الحية بما فيها أسماك القرش الأخرى. وحقيقة أن العدو الطبيعي الشائع للقرش هو قرش أكبر، تأكل معظم أسماك فريستها كاملة أو تعطيها قطعة كبيرة من اللحم، وتسحق بعض أسماك القرش فريستها، بينما ينتزع بعضها الآخر قطعة صغيرة من اللحم من الأسماك الكبيرة. كذلك تتغذى أسماك القرش بالحيوانات الميتة أو المحتضرة، وللأسماك القرش شهرة في مهاجمتها للإنسان، ولكن يسجل أقل من 100 هجوم بواسطة سمكة القرش سنويا في مختلف بقاع العالم. جسم القرش، تختلف أسماك القرش من نواح عدة عن معظم أنواع الأسماك الأخرى. فعلى سبيل المثال، لأسماك القرش هيكل غير عظمي من مادة قوية مرنة تسمى الغضروف. ولمعظم أنواع أسماك القرش جسم مدور يشبه إلى حد ما التوربيد، ويساعد ذلك الشكل الانسيابي في السباحة وللقروش الملانكية التي تعيش قريبا قاع المحيط. جسم مسطح مشابه لأسماك الوزنك ومشابه لأسماك الوزن وأسماك الشفنين البحري. أوكي، إحنا خلصنا هلا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. بتمنى تسووا سبسكرايب لصفحتي، وبتمنى كمان تسووا لايك، وإذا ما عجبكم تسووا كومنت، أو إذا عجبكم تسووا كومنت.
ويعني انه هيك شغله. ان شاء الله ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله انا بتمنى يعجبكم. راح اسوي كثير كثير فيديوهات فاستنونا الحلقه اللي بعدها.